بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على كيفية تعطيل أو إيقاف تعليقات الطلاب أثناء الحصة أو الاجتماع. في بعض التعليقات بتكون مزعجة، فلإيقاف هذه التعليقات بنختار الفريق المطلوب، هنختار قناة عامة، نضغط على الثلاث نقاط، نختار إدارة القناة، بيطلع لي ثلاث خيارات. أولا يمكن لأي شخص نشر الرسائل، يعني يحق لأي شخص كتابة التعليق أثناء الحصة أو الاجتماع. يمكن لأي شخص القيام بالنشر بس يعطيك تنبيه، يعرض تنبيه. بعد كده الاختيار الأخير يمكن للمالكين فقط نشر الرسائل، وكده بيكون ليك الحق في كتابة أي تعليق أو رسائل فقط، أنت الوحيد اللي بتكون قادر تنشر أي تعليق. وبهذه الطريقة أقدر أتحكم في تعليقات الطلاب المزعجة أثناء الحصة أو أثناء الشرح. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.